وبياض الثلج. في الحلقة الماضية عثرت على جوهرة غريبة في مياه البحيرة، وعندما فحصناها بالحاسوب سوب 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 تبين لنا أن مخترعا مشهورا بصنع الأفلام الحديثة قد صممها، وكان علينا تثبيتها في أحد التيجان الثمينة. شاهد فيما بعد فيلما مشوقا عن صغيرتنا حنو، كانت البطلة الرئيسية في القصة. يبدو أن اهتمام الناس بها قد ازداد، ولا سيما بعد أن عرفوا محبتها وطيبتها. واليوم سنشاهد الجزء الثاني من القصة. مخرج أكشن. ها؟ فراشة جميلة، سأكون صديقتها. بهدوء بهدوء. ما بك يا نباح؟ لقد أخفت الفراشة. انظر لقد ذهبت. ما هذا؟ انتظري أيتها الفراشة، انتظري. أين عثرت على تلك الفراشة يا حنين؟ لماذا يا أبي؟ تعد هذه الفراشة من الفراشات النادرة. وأين موطنها؟ سمعت أن حيوانات كثيرة قد تناقص عددها في الغابة الشمالية، ومنها الفراشات والطيور، حتى الأزهار لم تعد تتفتح. هيا يا أصدقاء، سنستطلع الأمر. ألا تشعر بالخوف يا أكول؟ هذا يخاف؟ يستطيع أن يأكلنا دفعة واحدة. أهلا سيدتي، تريد أن تراك في القلعة، تعالي معي. لا أستطيع، يجب أن أعود بسرعة. تعالي ستأتين معي. هيا بنا، تعالوا إلى هنا. خدعتكم بتلك الفراشة. أنت من أرسل الفراشة إذن؟ جميلة. لا تستطيعون خداعي. لن أسمح لك بإيذاء هذه الطفلة، وإلا قتلتك. أنتم ستواجهونني؟ عليكم أولاً مواجهة أجمل امرأة في هذه الغابة، إنها السيدة. أجمل امرأة؟ الجو لطيف والأمواج هادئة، هل تسمعينني جيداً؟ حول. قل ما لديك بسرعة. استعدي يا سيدتي، هناك فتاة صغيرة في الغابة. ماذا؟ فتاة صغيرة؟ أمسكت بها. دعني أراها الآن، هيا. حاضر يا سيدتي، إلى اليمين. الجهة الأخرى من الأمام. ابتسمي ابتسامة صغيرة أيتها الصغيرة، هيا هيا. تبدو حمقاء. مرآتي الكبيرة، قولي لي، من الأجمل، أنا أم هذه الصغيرة؟ سيدتي أنت الأجمل،
سيدتي، ليس هناك امرأة أجمل منك. شكرا. دع هذه الفتاة تمر بسلام. كيف؟ ما أجملني؟ أنا الأجمل. الأنف صغير، والفم كالفستقة، والشعر كالحرير، والأسنان كالجواهر. ما أجملني. هيا سنغادر، أسرعوا، أريد كل شيء في مكانه. أبعدوا هذا الحيوان الصغير، أبعدوه. أقول، هل أنت بخير؟ أنا بخير. لن أسامحك على ما فعلته بسراويلي، سنلتقي قريبا ولن تنجو مني. يبدو أن هذا الرجل مخيف جدا هنا. ينفذ أوامر سيدته، فقد زرعت في قلبه الحقد والكره لجميع الفتيات. أنا حزين على بياض الثلج. بياض الثلج؟ لقد أحببناها كثيرا. كانت تتمتع بقلب أبيض، كانت طيبة جدا وجميلة جدا، لكن السيدة الشريرة حطمتها وغضبت عليها فجأة لأنها أجمل منها. كل جميل هنا يموت بسرعة. أجمل هنا. لأن بياض الثلج كانت أجمل منها، حطمتها وقضت عليها ودمرت الغابة كلها وحولتها إلى خراب، ومات كثير من الحيوانات الصغيرة، وبعضهم غادر المكان، ولكن أربعة من أصدقائها ظلوا هنا. إن هذا فظيع، لماذا لم تقدموا على محاربتها وقتالها والتخلص منها نهائيا؟ لا نستطيع، فلديها قدرة فائقة على القتال، إنها امرأة حقود. لما لا نتعاون جميعا على قتالها؟ كانت بياض الثلج تمدنا بالنشاط. مستحيل. لحظة من فضلك، هيا بنا. لقد تمنيت كثيرا أن أكون مكان بياض الثلج يوما ما، وحان الوقت الآن لأقوم مقامها. سأفعل كل ما كانت تفعله، تبعث الدفء والنشاط في قلوب أصدقائها الأقزام، تحثهم على العمل، وتطهو لهم وتساعدهم على ترتيب حاجاتهم، وتناقشهم في كل الأمور، وتحكي لهم حكايات سمعتها من والدتها، وتنتظرهم عند المساء وتودعهم في الصباح. تابعوا. تشبهينها كثيرا. نعم. ياه، تبدين جميلة. شكرا يا أصدقائي. بياض الثلج، مرحبا، اشتقت إليكم كثيرا، ولكن بعد أن عدت إليكم بسلام علينا أن نستجمع قوانا ضد الشريرة، علينا أن نقضي عليها ونطردها من هذه الغابة. هيا بنا. بياض الثلج، تغيرت كثيرا، لم تكوني متحمسة مثل حماستك الآن. لقد تعرضت لأمور كثيرة. ماذا؟ عادت بياض الثلج؟ أجل، هل أنت واثق؟ للأسف. مستحيل، فقد حطمتها وأوقعتها من الجبل. مرآتي الكبيرة، قولي لي، من هي أجمل امرأة في العالم؟ سيدتي، الأجمل هذه التي في الصورة. ستموتين يا بياض الثلج. بدأت المعركة. واحد اثنان، واحد اثنان،
1 2 3 شباب هيا بنا إلى العمل. أنا كسلان، لذلك أقترح أن نتوقف في هذا المكان. تابعوا السير، سنعيد غابتنا خضراء كما كانت من قبل، وسيعود الأصدقاء الذين غادروها. نعم. مساء الخير. مساء الخير. لقد طهوت لكم طعاما لذيذا يا أصدقائي. هذا طرد بريدي خاص بفتاة تدعى بياض الثلج، ألست أنت؟ تفضلي. شكرا جزيلا. لا شكر على واجب. أنت لطيفة. ما هذا؟ يبدو أنها هدية جميلة. ها إنها شريرة. لم تعد هذه الغابة ملكا لك، إنها لجميع الناس الأحرار. لا أحد يملي علي أوامر. انتظري انتظري. عفوا اسمعوني. سأحاول التحدث إلى تلك السيدة. يجب أن ينتهي هذا الخلاف بينكم ويعم الوفاق. هيا انطلقوا. مرة أخرى. يبدو صلبا. لما لا تعدلين عن محادثتها؟ دعينا نقضي عليها. لا يا نباح، يجب أن ننهي الخلاف بطريقة أخرى. هيا بقوة أكبر. أحسنتم، أنا ذاهبة الآن. بالتوفيق. أيتها السيدة، اخرجي من فضلك، أريد التحدث إليك. أرجوك اخرجي، أرجوك. لن أتحدث إليك، وأفضل أن تبتعدي قبل أن أحطمك. سأضطر إلى استخدام سلاحي الأخير. نعم. لما لا تصالحين الجميع كي يعيشوا على وفاق؟ أنا موافقة، ولكن تناولي هذه التفاحة أولا. صدقيني إنها لذيذة. لا لا أريد، لا أريد أن أتناولها. آه.
ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ كيف أكلتها؟ كيف أكلتها؟ كيف أكلتها؟ إذن فقد كانت التفاحة محشوة بالسم، أليس كذلك؟ ماذا تفعلين؟ بعد دقيقة واحدة سينفجر هذا المكان ويصبح حطاماً. هيا أسرعوا أسرعوا. غادرت تلك الشريرة غابتنا. لم ينتهي الأمر بعد. بياض الثلج، تقبلي هذه الوردة منا. شكرا. إنها زهرة المطر. يا لها من زهرة جميلة. فكرت في تقديم طاقة من الزهور، ولكن بعد بحث طويل في الغابة لم أعثر إلا على هذه الزهرة، وهي تعبر عن شكرنا العميق لك يا آنسة. أذكرين دائما. في الحقيقة أنت لست بياض الثلج، ولكنك أتيت لإنقاذنا من براثن تلك الشريرة، وقد عرفنا ذلك منذ لقائنا الأول. كانت بياض الثلج تستخدم اليد اليسرى لليمنى. كشفتم أمري إذن. أنا آسفة. لا بأس، ولكن أحببناك كثيرا كما أحببنا بياض الثلج. أنت فتاة رائعة وطيبة. شكرا جزيلا لكم. سننتظرك كل سنة عندما تتفتح الأزهار. ستأتين إلينا لتستمتعي بأزهار المطر. عندما نكون مع حنين نرى أشكالا غريبة. نعم. ماذا الفراشة؟ شكرا لك يا حنين. بياض الثلج، أنا سعيدة الآن لأنك أنقذت غابتنا، وأنا وأصدقائي نشكرك كثيرا. أمر غريب لكنه جميل. أنا سعيد بهذه النهاية الرائعة. ماذا قلت؟ أنا حزينة لأننا صرنا لا نرى حنين إلا في الأفلام. هذا صحيح، ولكن يا زوجة العزيزة هذا أفضل من لا شيء.